الحمد لله المقابلة دازت في أطوار مزيانة، كنا قادرين نغلبوا في هذه المقابلة هذه مالغري بعض الأخطاء اللي خلونا باش سبقونا يوم التسجيل. الحمد لله التعادل في آخر الدقائق شيء مزيان لنا حنايا، ونفكروا في مقابلات اللي مجا إن شاء الله نحققوا نتائج إيجابية إن شاء الله. سي فغوا كو جي ماركي مي بو موا لو بلوز امبورتون سيتي دو بوان لي 3 بوان إيسي أ صافي. دوماج اون ريبار افيك أن سول بوان، اون أوغي إيمي بوان لي 3 بوان. Voilà, félicitations à Safi parce que c'est une bonne équipe. Aujourd'hui, ils nous ont donné du fil à retordre. C'était difficile. Oui, il y a un sentiment de joie, mais un peu gâché par, parce qu'avec la victoire, les choses auraient été différentes. Natija à la bra, un point. Pour nous, c'est une natija صراحةً تسجلنا هدف ضد مجرى اللاعب اللي ما كناش متوقعينه. الحمد لله جميع اللاعبين كانوا عارفين واعيين بالمسؤولية اللي عليهم. كنا خاصنا نرجعوا في الماتش. هذاك الشيء اللي درنا، وكنشكر جميع اللاعبين على القتاليه ديالهم بالفعل حتى لاخر دقيقه وماركينا وجاب الله التيسير. الحمد لله ان بوا خارج الميدان بالنسبه لنا نتيجه ايجابيه. كنتمنى ان شاء الله المقابله الجايه ان شاء الله داخل الميدان نديو 3 بوا باش نبقاو في البوديوم. الحمد لله السنه الفارطه كنا في اخر المراتب، السنه هذه الحمد لله مع المراكز الربعه الاولى. كنتمنى ان شاء الله نشوف هذا المنوال، جميع اللاعبين يكونوا في حسن الظن جمهور الطنجاوي، وكنتمنى ان شاء الله نكونوا مع لي كات برومي ونهديو للجمهور الطنجاوي شي مركز من المراكز الاولى. كرة القدم فيها كل حاجه خصك تكون متوقعه. حنا كيف ما حصلنا في طنجة مع فريق اكادير حصلت اسفي نفس الطريقه، يعني تسجل علينا في الاخر وسجلنا في الاخر، هذه هي حلاوه كره القدم. ولكن حنا بالنسبه لنا كنا طامعين في ثلاثه نقاط، كنا اشتغلنا باش ناخذوا ثلاثه نقاط، كان بامكاننا ناخذوا ثلاثه نقاط، ولكن ملي تسجل علينا الهدف يعني بعثرنا كاع الاوراق ديالنا، حاولنا ندركوا الموقف. اللي كيبقى في السيناريو ديال المقابله يعني الهدف اللي كيجي في الاخر وهدف ديال التعادل، فالتعادل كيبقى بحال اللي قلتي الطعم ديال الفوز. ولكن حنا الطموح ديالنا اكبر، نتمنى ان شاء الله في المقابلات اللي ما زال نعاودوا ان شاء الله رب العالمين. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.